بس مجرد الفكرة الأدرينالين يصير ألف والخوف يعني ما أعرف شو أسوي. اللي هو موضوع إن القفز من على الطائرة وهي تكون على ارتفاع معين اللي يسمونه سكاي دايفينج. كنت أخبرك عن هذا الشيء سوم ونحن في الطريق إن هذه من الأشياء اللي صدق يعني خاطري وايد أجرب هذا الموضوع. بس أحس يعني تطلعين من منطقة الراحة وتدخلين شوي اللي منطقة العمق يخوف. بس حلو يعني أحس حلو بس أنا أريد أسوي وفيني خوف. الحلو إذا قدرتي تكسري أنت هذا الحاجز وتقربي السكاي دايفينج. ما بكسر إلا لو رحت هناك. أكيد لازم تقربي. أعرف يعني حد من ربيعاتي مجربة هذا الموضوع وتقول طبعا الخوف لما أنت يعني عند باب الطيارة هني قمة الخوف. أكيد طبعا مش على كيفك المدربة عاد تدزج. يلا خلاص بس التجربة خير برهان. انت ما تقدري تحكمي بدون ما تقربي شيء فعلا. وايد اشياء اسوف حياتنا نحن نكون متخوفين منها لان متعودين على مثل ما نسميها منطقة الراحة والكمفورت زون ما نحب نطلع منها لان تعودنا. ونفس الشيء لان نخاف نقازف ونلقى ردات فعل سلبية او شيء يرجع لنا بمردود سلبي بالنسبة لنا. ومو بس احيانا تعرفين انا سويتها ومرة جربت انا دائما اي شغل من السريع جربت انه أغير شوي أي من العام. أوكي. كانت هذه التجربة أول وآخر مرة أسويها في حياتي لأن السريع يعني لو يكون زحمة بس يمشي شارع ما يوقف. أما العام وقفوا طبعا أنا قلت شوي أطلع من منطقة الراحة ذاك اليوم بما أن كل يوم أنا أي من نفس الدرب أجرب درب جديد وكان قرار بس الكومفورت زون علمش درس. فأنتي ما تقدر تحكمي طبعا من تجاربنا. تحكمي على شيء إذا هو كان جيد أو سيء إلا إذا جربتيه. فهذه فائدة أن الشخص يطلع من الكومفورت زون ويجرب أشياء جديدة في حياته. التجربة هي أحسن شيء وطبعا أكيد تجربة كل شخص تختلف من الثاني. موضوعنا بعد ما بدأ مستمعينا هذه مجرد مقدمات تسخين لليوم أحماء مستمعينا تسمعون تريو الشبيبة اللي اليوم نلتقي فيكم في يوم الثلاثاء بالتحديد من هذه الدقائق إلى الساعة 9 إن شاء الله. طبعا نفتقد أيضا اليوم وجود صفاء ويانا ناس كبيرة اجتماعات وحركات الدنيا وأمور مرة أمورها مضبوطة ولقاءات وغيرها إن شاء الله. طبعا كل التوفيق لزميلتنا صفاء في مشروعهم اليوم. صح نتمنى لها التوفيق وإن شاء الله يكون اجتماع جدا حلو والله يسر لهم الأمور. مستمعينا تسمعونا إذا كنتوا في شمال الباطنة أو العاصمة مسقط على 98.5 وإذا كنتوا في ظفار فأكيد أنتوا تسمعونا على 98.5 واللي تابعنا من داخل أو من خارج السلطنة يقدروا يشوفونا صوت وصورة على اللايف راديو دوت شبيبة دوت اف ام. طبعا كالعادة مسهلين عليكم الأمور اليوزر واحد في كل مواقع التواصل الاجتماعي تويتر انستغرام سناب شات يوتيوب آت شبيبة فم. وإذا حابين تتابعون الحلقات الثلاث اللي قبل فترة الشبيبة دخلوا اليوتيوب وتشوفون طبعا الحلقات كلها موجودة. الشكر موصول إلى علاء المحاربي البطل المجهول اللي هو على كل اليوتيوب. طبعا مستمعينا نستقبل آراءكم في موضوع اليوم على رقم الواتساب 9479975 وإن كان في وقت أيضا نستقبل المكالمات 24924. يا ترى شو الموضوع؟ نحن ما نقدر نقول شو الموضوع الحين لأن لازم نروق أكثر ويا عبد المجيد عبد الله نستفتح فيه وقنوع ومن بعدها نكمل أو نبدأ بمشوار تريو الشبيبة. تريو الشبيبة على الشبيبة أفهم. يا هلا فيكم مستمعينا وين ما كنتوا تسمعون الموجتين 97.5 و98.5 وحطينا لكم موضوعنا على الانستغرام لليوم ان بعض الدراسات تقول ان الخروج من منطقة الراحة يعزز قدرتك الابداعية ويزيد قدرتك الانتاجية ويصل بك لمراحل غير متوقعة من النجاح والانجاز لم تكن اللي تحققه. والمثل شو يقول؟ اسمع مجرب ولا تسمع طبيب. أيوة فلازم التجربة تكون دائما موجودة في حياتنا عشان فعلا يعني هي الخبرة كيفتي من التجربة. نفس الشيء ما أحكم على تجارب الآخرين لأنه تجربتي أنا بتختلف عن تجربة فعلا. أي شخص تاني والمشاعر اللي أنا مر فيها أكيد بتكون مختلفة والنتائج اللي بحصل عليها مختلفة نفس الشيء عن النتائج اللي بيحصل عليها غيري فعلا. فهذا موضوعنا اليوم مستمعينا شاركونا رأيكم في موضوع برنامج تريو الشبيبة. تجربون أشياء جديدة وتخرجون من منطقة الراحة أو تفضلون تقومون بالأشياء المعتادين عليها يوميا وخبرونا شو آخر شيء جديد سويتوه يعني كتجربة غيرت شوي من نمط حياتكم أو يعني بشكل ملموس يعني خلينا نقول الحين قاعدة أفكر في شيء الكومفورت زون يشمل الأكل
لأن طبعا أتوقع طبعا لأن أنا من النوع اللي ما أحب أني أقرب أكلات جديدة، فأقرب الأكلات الاعتيادية غالبا. مثلا أنا ما أحب السيفود، وفي ناس كثيرة تقنعني أني أقرب السوشي. لا أنا جربين. لا 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 ما أقدر أقرب السوشي أبدا. وبعدين يعني أولا هو سيفود، ثاني شيء أنه سمك عادة. حبيت التوضيح الأول، أولا سيفود خلاص نقطة. أيوة خلاص، أي شيء له علاقة بالسيفود لا لا ما أقدر أقربه. حتى أنا أتفق معك في هذه النقطة، المأكولات البحرية ما أقدر أجربها، يعني ما تغامري فيها أساسا. يعني هو ريحة السمك بيوصلش من بعد كيلو، فكيف كيف أقربه؟ يعني طبعا تكرم النعمة، ولكن الإنسان أحيانا يحب أشياء ويبغض أشياء، يعني يعتمد على ذائقة الشخص. بس في ناس على فكرة يعني هو السمك بكل تفاصيله، ريحته طعمه الأكلات اللي تسوي، في ناس تحبه، في ناس تعشق السمك. أيوة. أصلا بس يعني هذه اختلافات أذواق فعلا. طبعا أيوة أسوم يدخل موضوع الأكل في الكومفورت زون، لأن نفس الشيء أنا إذا رحت مطعم ما أحب أجازف وأجرب أكل جديد، خاصة إذا كنت يعانى. أكيد زين، هني لا، هني الواحد يبغى يأكل وشيء مطمن، يعني عارف شو اللي قاعد يأكله. أنا جوعانة سبع ساعات آخر شيء أكل أكل ما حلو، ما تعرفين عاد يطلع حلو. أيوة فهاي الموضوع أيوة أنا ما أجازف فيه. أيضا من الروتين يعني أو الكومفورت زون، منطقة الراحة اللي هي تكون يعني الأعمال الروتينية اللي نحن متعودين عليها ونحبها وعادي نسويها، مثلا روتين الاهتمام بالبشرة كل يوم نسوي نحن نفس الخطوات، ولكن هذه الخطوات جدا مفيدة حتى وإن كانت يعني روتينية، بس هي شيء مفيد. ما شرط أن نخرج منها يعني من دائرة الكومفورت زون اللي هي في الاهتمام. نفس الشيء الهيلثي فود، إحنا نأكل أكل صحي، فهذا من الروتين اللي ما مفروض أن نغيره أو نخرج خارجه. تخيل أكل صحي بكل أمانة. لا عرف أسم حرام، شو حرام ينعق حرام ينشب. هذه طبعا أشياء يعني نخليها تحت الطاولة مثل ما يقولون. مستمعينا هذا موضوعنا لليوم، وأكيد في تويتر أيضا حطينا لكم تصويت. أيوة، هل تجربون أشياء جديدة يعني كل يوم أو كل أسبوع أو شهر أو لا ما تجربون؟ أكيد بنشوف نتائج هذه التصويت في نهاية الحلقة، وخبرونا رأيكم على أرقام التواصل 9479997 للواتساب، أما بالنسبة للمكالمات 24940. وقاعد أدور أغنية اللي أسمع المنور سميتك أدور لها الأغنية، حبيتها بس ما أدري إذا هي أو لا، بس خلينا نسمع شيء اللي أسمع المنور، ومن بعدها نرجع لكم مستمعينا. هي هذه بغيته هو، نسمعها ومن بعدها نرجع لكم في هوين. تريو الشبيبة على الشبيبة أفهم. إيش هذا؟ أوين؟ أوين وفطوم، إيش رايش بزواج أبناء العمومة؟ هو في حالات كثيرة يعني طبعا هذا يعني في مجتمعنا طبعا الأغلب كذا يتزوجون يعني من الأهل. ما أقدر أعطي رأي محدد، لأن أنا مثلا في كثير من الزواجات اللي تصير في العائلة لازم الواحد يتأكد قبل إذا في مرض وراثي أو لا. أيوة. في حال أنه ما في وهم الشخصين متوافقين مع بعض، وليش لا؟ والشيء اللي نعرفه في مجتمعاتنا أنه غالبا يفضلوا زواج الأقارب، لأن شخص تعرفينه أحسن من شخص ما تعرفينه. أيوة، وعندهم جملة مالك إلا ولد عمك ومالش وغيرها من الأشياء. ولكن في أوين اليوم فرنسا، في القانون الفرنسي لا يسمح بتزويج أبناء العمومة إلا بتصريح من الرئيس، وفوق هذا ينشر في الجريدة الرسمية. طبعا دائما في المجتمعات الأوروبية المجتمعات الأمريكية أكيد العادات تختلف من دولة إلى أخرى، فعندهم أتذكر أنا شفت مسلسل، هذا المسلسل يتكلم عن قبيلة موجودة في أمريكا عندهم هذا الشيء اللي هو زواج الأقارب أو زواج الكازن هم يسمونه كازنز. طبعا كان شيء جدا غريب على المجتمع، فهم لأنهم عندهم يعني الأقارب كأن أخوة. فهو يفرق أساساً، يفرق من مجتمع المجتمع، ولكن هذا خبر لي أوين اليوم. خير عشان تروحين تصريح للرئيس الدولة عشان تحصلين هذه الموافقة. لا أختار غيره. ونفس الشيء اليوم نتكلم أوين وفي أمريكا اليوم، أن في مدرسة أمريكية لجأت إلى طريقة طريفة وغير مسبوقة لتحفيز تلاميذها، وهذه المبادرة اللي تمت بفاكهة الموز إعجابا واسعا على المنصات الاجتماعية.
يبغالكم يعني صراحة الواحد لازم يشوف اللايف عشان يشوف ردات فعل أسماء صراحة. بالضبط على الموز. تعرفين إيش كان يسوي هذا الشخص؟ هو شاف إنه قاعد يسويها ويا بناته وأولاده، أنه كان يكتب لهم على قشرة الموز يعني وهم شالينها المدرسة عبارات إيجابية، مثلا كن ملهما لنفسك وللآخرين، ابتسم، انشر الحب في كل مكان، اجعل حلمك كبيرا. الشخص المشرف عن المطعم قال أنه اعتاد أنه يسوي هذا الشيء في البيت مع أبنائه، قرر أنه يوسع التجربة في المدرسة لأن طلاب أبنائه، وعجبت الكثيرين، وعجبت كثيرين يعني المعلمين والكثير من الطلاب يعني حبوا هذه البادرة. هو بس هو خرج من الكومفورت زون بقوة، فبدل ما يحط الرسائل الإيجابية على ورق على أشياء يعني اعتيادية، على الأكل، على قشرة الموز، لأنهم عندهم تعرفين وجبات الغداء اللي يعطونها في المدرسة يكون فيها بعض الفواكه. فاللي صار الله يسلمك إنه قاعد أسمع أشياء غريبة اليوم. اليوم الفقرة نار وشرار. أوين؟ فهذه كانت أوين اليوم. في فرنسا ممنوع طبعا زواج الأقارب، أبناء العمومة بالتحديد، ولازم تصريح من رئيس الدولة. وفي أمريكا شو السم؟ وفي أمريكا إنه لازم وفي أمريكا نكتب عبارات تحفيزية على قشرة الموز. نروح لفاصل ومن بعدها نواصل تريو الشبيبة. تريو الشبيبة على الشبيبة أفهم. قوليها بالإنجليزي. أعتقد وصلنا على وصلات أنا. ما صح؟ probably. ونبدأ بأخبار هذا الثنائي اللي دائما ما نشوف أخباره في كل مكان، ميغان وهاري. طبعا أحس حسدوها هالبنت المسكينة. طبعا دائما اللقطات تتجاذب، لو هي ما كانت تستحق ما كانت يعني تتزوج. فالله يسمم عليهم بالخير، وما أدري شو يقولون في هذه المناسبات. سعيد بسعيدة فعلا. فيقول تشارك الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان الثلاثاء في منافسة لرمي الأحذية في مدينة أوكلاند النيوزلندية. طبعا هذه عندهم عادة في نيوزلندا في أحد المناطق أن يشاركون برمي الأحذية، يعني أن يرمونها لمسافة طويلة ومن اللي يفوز عاد. ويقولون كان في زلزال قوته 6.1 درجة وشعر به آلاف الناس في نيوزلندا، بس هذا الشيء ما أثر على جدول أعمال دوق ودوقة سكسس الذين يزوران نيوزلندا. آخر محطات جولة لهما في منطقة المحيط الهادي شملت أستراليا وفيجي وتونغا. طبعا كل من هاري وميغان قادوا فريق من الأطفال في منافسة على رمي أحذية المطر المطاطية لأبعد مسافة ممكنة، وكانت ميغان هي اللي فازت في هذه المسابقة. يقولون هاري هو اللي خلاها تفوز بعد. يقولون يعني حسب التوقع، يعني تعرفين كلام الناس. أيوة هو ما بيخسرها وما شو من هالكلام. واش مسابقة والله. وفي ما صح اليوم الفنانة العربية شيرين عبد الوهاب خذ ممكن شيرين عبد الوهاب أطلقت ألبومها الجديد، والناس أعجبوا في ألبومها الجديد وقالوا إنه أخذت من زوجها في الألحان، ولكن ما في أي أغنية ولا أغنية من ألحانها الفنان حسام حبيب. في إيتي بالعربي وضحوا أن حفلات شيرين في أوروبا تم إلغاؤها بسبب التهاب في أحبالها الصوت. التهاب في أحبالها، أعتذر جدا. الوضع مش مطمن اليوم، ولكن إيتي بالعربي بنعيد المعلومة. إيتي بالعربي وضحت أو صرحت أنه شيرين ألغت حفلاتها في أوروبا بسبب مرض وهو التهاب في الأحبال الصوتية. طبعا نتمنى تقوم بالسلامة وترجع تغني وتكسر الدنيا دائما في حفلاتها وفي المسارح اللي تسويها دائما، يعني الجمهور يكون مولع. في حفلة بعد شفتها لها كانت في دبي، شوي هي تعثرت بسماعة أتوقع، بس هذا الموضوع ما خلاها أنها توقف الحفل أو تسوي فيها دراما، لا بالعكس يعني أخذت الموضوع بضحك وكملت وكسرت الدنيا. هو أحسن شيء تسوي حتى في حياتنا الطبيعية، لو طحتي عادي ترى. بس شوي بنضحك شوي وايد. بنضحك بس ما ب أتخصصي. لو طحتي قدام منه قدام عز ربعك هني انسي حد يساعدك، لا والله بيضحكون للأبد للأبد. طبعا اليوم كانت هذه فقرتنا في ما صح.
تريو شبيبة على شبيبة أف أم. وإيش الوازي؟ إيش الوازي يا جماعة الخير إنه تحبطوا الآخرين؟ في حركة ما عجبتني في الطوب صارت الحين. إحنا فترة تخرج، الناس كلها فرحانة وسعيدة مستانسة، شيء طبيعي أنا بشارك فرحتي لربعي زملائي وحتى الناس اللي ما أعرفها في تويتر وإنستغرام. أنا فرحان، خليني أعبر عن فرحتي بالطريقة اللي أنا أريدها. تعليقاتك السلبية خليها لنفسك. حركات إنك أنت سيء وتجي تسود لي يومي بتعليقك ما أريد. يعني يعطينا أمثلة أكثر أسمع الموضوع. أمثلة يا فطوم إن الخريجين مساكين نشروا صورهم ومشاعرهم بفرحتهم بالتخرج إنهم حصلوا ثمار 5 سنوات دراسة وأكثر في بعض التخصصات، في بعضهم أكثر أكيد. فيجيلش واحد فاضي أو مضغوط من الحياة، مضغوط من الأوضاع اللي صايرة معاه، ينكد عليه عيشته ويقول له ترى ما في وظائف. يا أخي لا تضيع، هو مستانس يعني هذه الفترة، هو فترته عشان يحتفل في نفسه. فأنت مالك حق تضيع هذه الفرحة بكلامك السلبي تجاهها. والخريجين ترى يتأثروا نفسيا، لأني أنا بغض النظر حتى توني مقبل على الحياة، توني مقبل على الحياة وأشوف مثل هذه التعليقات، يعني فعلا قل خير أنا وصمت، ما عندك كلمة خير لا إذا تقول كان شر. الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، وكيف خيرك وشرك ودرر يا الله. ايش الوازي تضيع مزاج الناس؟ انا وش الوازي ان انت ما تحتفل مع الناس، قاعد تنكت عليهم. فعلا كل واحد رزقه معه. انت يعني مش انت يعني اللي مسؤول عن هذا الموضوع، فعلا الموضوع يعني قاعد وايد مزعج. نشوفه وايد في وسائل التواصل الاجتماعي قاعدين يعلقون ما يعني على الخريجين وهذا. أيوة الموضوع، خلى الناس تستانس. يمكن هو الخريج الجديد ممكن يسعى اكثر منك ويحصل وظيفه قبلك، ترى هذه ارزاق والارزاق بيد الله. فعلا فخلوا الناس تفرح، واللي فرحان الله يتمم فرحته على خير، واللي ما فرحان الله يرزقه فرحه تشغله عن غيره. اكيد. وش الوازي؟ أحياناً نكون مخططين للفقرات بنتكلم فيها عن أشياء معينة، ولكن حياتك اللي تصير فيها يعني أشياء قول خلاص اليوم أنا بخلي هذا للفقرة. تصادف أشياء تحس إن ودك تناقشها مع العالم. علامة الخطر اللي موجودة في السيارة ما حطوها عبث، فأنا لما أشوف إن في زحمة اللي بيتبادر على ذهني إن أنا أدوس بريك والشارع كله يسرع على 120 أسوي هذه العلامة عشان اللي وراي ينتبه. أما أن أنت ما تسويها وتشوف غيرك اللي قدام يسوونها وأنت ما قاعد تسويها واللي وراك مسرع، فهذه العلامة ما حطوها بث. يعني وش الوازي؟ هي فقط ثانية، حتى يمكن جزء من الثانية فقط تضغط على هذه الإشارة تحذر لغيرك، واللي غيرك يحذرون اللي وراهم وكذا، يعني الناس تكون بأمان. الغم إن اللي قدامه حذره. يا أخي ليش الحسد؟ حذر اللي وراك. لا هي كلها كبسة زر، يعني ما تأخذ من وقتك ثواني، وانت اصلا تكونين محطي على الاشاره عشان يعني حتى لو خلاص يعني الشارع هدى انت تكونين محطي على الاشاره عشان هو يشوف يحط لي غيره. أيوة. بس لا، هم مصرين انه ما يسوون، بني ادم. فيعني هذه ما حطوها عبث، علامات الخطر. فانتوا لما تكونوا تشوفون الزحمه والشارع قاعد بريكات عشان حياتكم وحياة غيركم، اللي يعني ان الواحد يعني وصل لمشواره بالسلامه، استخدموا كل شيء ممكن يخفف من وقوع الحوادث لا سمح الله. نانسي عجرم، شو تقول نانسي؟ كيفك بالحب؟ تريو شبيبة على شبيبة أفهم. سوالف نجم. تتخيل الحياة بدون مفاجآت؟ أصلاً إيش قيمة الحياة بدونهم؟ عنصر المفاجأة إذا نقص تحس بخلل في حياتك. تعرف ليش؟ لأن المفاجأة تتعلمك، تعلمك دروس أنت محتاج لها، تخليك واعي باللي يصير حولك. مو شرط كل المفاجآت جميلة، لا، في مفاجآت قاسية عليك، وكل ما سبق تتعلم منه سواء كان جميل أو قاسي. تتعلم تتصرف، تتحكم في ردة فعلك، تغطي على المواقف. والشيء الأكبر اللي تتعلمه هو أنك تعرف معادن الناس زين. تأكد دائما أن المفاجآت ما لها وقت، ما تتوقعها أصلا، حتى لو حد هيئك لمفاجأة يظل صعب عليك تتخيلها، ويظل يراودك شعور بالخوف.
تخاف انها تكون شينة بالقدر اللي تتمنى انها تكون زينة. كثير مفاجآت تمر علينا في حياتنا، مثلا على سبيل المثال وانت قاعد في البيت ومسوي لك جو وتتابع افلام وتتابع فيلمك المفضل بالتحديد، تطري على بالك فكرة وتفكر كيف ممكن اخلي هالاجواء احلى، وفجأة تتذكر علبة الايس كريم اللي شفتها في الفريزر من يومين، والغريب انها للحين موجودة على حالها. تروح بكل ثقة ان يعني تروح بكل ثقة للثلاجة وتقول ان الفيلم بيكون احلى ويا الايس كريم وجو وروقان. تفتح الثلاجة، انت تدعي ان يا رب بعد هالعلبة موجودة، والمفاجأة انها بالفعل تكون موجودة، والابتسامة من الضرس للضرس. تشل العلبة وتروح بتكمل فيلمك، تشغل الفيلم، الا شو علبة الايس كريم هي تمويه لغدا امس، تنهار كل احلامك طموحاتك. مو بشرط كل المفاجآت جميلة، مو بشرط. والإجابة على الاستفتاء اللي حطيناه في تويتر لآت شبيبة اف ام، متى آخر مرة جربت شيء جديد؟ 44% من المتابعين من أسبوع جربوا شيء جديد، 6% منهم من شهر، 41% من زمان، و9% ما أحب هالتجارب. الحلو أن الأرقام تبشر بالخير، أن نسبة كبيرة جربت أشياء جديدة. أيوة، حتى لو كانت على أوقات متفاوتة، سواء كان من شهر أو من أسبوع، بس الموضوع جدا صحي أنك أنت تطلع خارج الكومفورت زون وتجرب أشياء جديدة، فهنيئا لكم. يا لست أفكر أنا قبل لا أصوت يعني متى آخر مرة جربت شيء جديد، وكان أمس أنا جربت أروح حديقة جديدة أول مرة أروحها وأقعد فيها. فحتى هذه الأشياء البسيطة يعني تعتبر أن أنت تطلع من منطقة الراحة وتجرب أشياء جديدة. وفي أشياء نقدر نسويها يعني بشكل عام تعتبر أيضا أن نخرج من منطقة الراحة. منها يقول لك أتقن اللغة العربية والتحدث بها بشكل كامل، ثم أتقن الإنجليزية بحسب حاجتك لها وتعمق فيها وتعلم لغات جديدة. وشيء ثاني، اهتم بشأن الصورة التي تظهر بها مشروعك أمام الرؤساء والعملاء والموردين والزملاء والمعلمين وإلى آخره. طبعا هذا يعني يتعلق بالناس اللي مثلا تقبل على مرحلة جديدة في حياتها، سواء مرحلة دراسية أو مرحلة عملية ومهنية. بعض الرياضيات الجماعية جميلة أن الواحد يتعلمها، منها الرماية والفروسية، بمعنى آخر أن الإنسان يغامر بعقلانية فيما يفيده. مارس العمل التطوعي من حين لآخر حتى وإن كان مع أصدقائك أو أقاربك، هذا النقطة جدا ممتازة. ممارسة العمل التطوعي تعرفك على هي تجربة بحد ذاتها كبيرة، تعرفك على ناس، على طبقات، على مشاكل المجتمع، على كثير أشياء، فهي خروج قوي من الكومفورت. وغير أصلا أن أنت لما يعني تتطوع هذا الشعور أصلا يعني جدا جميل، يعني بس بالسعادة فعلا. فهذه كانت يعني حلقتنا اليوم مستمعينا في تريو الشبيبة، منطقة الراحة، هل دائما نحن نخرج منها أو تشوفونا يعني نقعد فيها لسنين وبنين ونفس الشيء، نفس الناس، نفس السيارات، كل شيء نفسه؟ هل عندنا صعوبة في التجرؤ لكسر حاجز منطقة الراحة ونطلع ونجرب أشياء جديدة؟ إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم بنلاقيكم في تريو الشبيبة على الموجتين 97.5 98.5. شاطرة سيوم. وأيضا اللي تابعنا من داخل وخارج السلطنة على راديو دوت شبيبة دوت اف ام. لنا نرجع نلاقيكم الثلاثاء القادم الساعة 8 إلى 9. هذه أجمل التحية مني أنا فاطمة البلوشي وأسماء ماجد. حياكم الله، ليلة سعيدة.